السلام عليكم. وصلنا إلى الحل الثاني من حلول الـ Critical Section Problem، واللي هي راح تكون باستخدام Synchronization Hardware. الكثير من نظم التشغيل توفر Hardware Support، اللي هو دعم من نوع Hardware لتنفيذ الـ Critical Section Code، يعني لمساعدة العمليات للدخول إلى الـ Critical Section الخاص بها. كل الحلول اللي راح نتحدث عنها اللي هي من نوع Hardware، طبعا هناك مجموعة من الحلول اللي هي كلها تنضم يعني تحت مسمى الـ Hardware Synchronization، اللي هي المزامنة باستخدام الـ Hardware. كلها راح تعتمد على فكرة اللوكينج. اللوكينج اللي هي عبارة عن استخدام ما يسمى بالقفل. القفل اللي هو يعني إعطاء القفل للعملية التي تريد الدخول إلى الكريتيكال سكشن، وبالتالي منع العمليات الأخرى من الدخول إلى الكريتيكال سكشن، وهكذا يعني. وبعد ذلك يتم تحرير هذا القفل من هذه العملية وإعطائه للعمليات الأخرى وتتكرر العملية. الهدف من عنده هو protecting the critical regions via locks، يعني هو حماية المقاطع الحرجة من الكودات باستخدام الأقفال. في الأنظمة اللي هي من نوع اليوني بروسيسور التي تحتوي على معالج واحد، مجرد يتم عملية disable the interrupts، يعني مجرد عملية تعطيل للمقاطعات، لأنه بالفعل هي هناك عملية واحدة فقط موجودة في داخل المعالج، وهو أيضا معالج واحد يعني. فكل العمليات الأخرى اللي ممكن أنه تدخل وتقاطع عمل العملية الحالية هي الانتربتس، فيتم تعطيلها. Currently the code running code would execute without preemption، وبالتالي الكود الذي يعمل حاليا لن يكون هناك أي كود آخر يعمل على مقاطعته. بالحقيقة هذه العملية هي أو هذا النوع هو يعتبر inefficient، يعني غير كفو بالنسبة للمالتي بروسيسور سيستمز. هذا الحل هو فقط للمعالجات اللي هي تحتوي على يعني single core أو معالج واحد فقط. الأنظمة التي تحتوي على عدة معالجات هذا الحل غير مناسب بالنسبة لها. بالنسبة لنظم التشغيل أيضا اللي تستخدم هذا الحل هي not broadly scalable، يعني غير قابلة للتوسع أو أنه يكبر حجمها، يعني راح تكون فقط تعمل على عدد محدود من العمليات في الوقت الواحد، واللي من أمثلة الدوس يعني. Modern machines، المكائن أو الحواسيب الجديد الحديثة تحتوي على specific atomic hardware instructions، يعني ايضا تحتوي على اعازات من هاردويريه من نوع الاتوميك اللي هي الذريه مثل ما ذكرنا، واللي هي نون انتربتبل، يعني غير قابله للمقاطعه. وبالتالي ايذر ذا تيست ميموري وورد اند سيت فاليوز، ايضا اما تستخدم التيست اند سيت اللي هو يعني الاختبار واعطاء القيم، او سواب كونتنتس اوف تو ميموري ووردز، او تستخدم عمليه السوابينج اللي هو تبديل المكونات اللي يعني ذاكرتين او مكانين في الذاكره مثل ما راح نشوفهم. النوع الأول أو الحل باستخدام الـ Critical Sections Problems باستخدام الأقفال، أنه Do While True، يعني قم بتنفيذ هذه العملية اللي هي طبعا هذه مجرد أنه أحد العمليات الموجودة في النظام، الحصول على اللوك يعني Acquire Lock اللي هو الحصول على القفل، الدخول إلى المقطع الحرج، بعد ذلك تحرير اللوك وإكمال الكود اللي هو المقطع الآخر غير الحرج من يعني العملية. الإعاز الأول الذي يتم يعني تعريفه ضمن الـ Synchronization Hardware يسمى بالـ Test and Set، اللي هو مثل ما ذكرنا يقوم بفحص قيمة ثم يقوم بضبطها. التعريف الخاص بهذا الإعاز، ومثل ما ذكرنا هذا الإعاز من نوع الأتوميك، أي أنه غير قابل للمقاطعة. عندما تدخل العملية في داخل هذا الإعاز فإنه لن يكون هناك أي عملية أخرى قابلة لمقاطعتها. نوع هذا الإعاز هو من نوع البوليان اللي هو قيمته أما True أو False، اللي هو عبارة عن Function Test and Set Boolean Target. بوليان RRV يساوي أنه target، يعني مجرد أنه يتم إعطاء هذه القيمة لمتغير اسمه RV، بعد ذلك يتم ضبطه على أنه قيمة true، ثم بعد ذلك نقوم بإرجاع قيمة RV. Executed automatically، هذا الإعاز يتم تنفيذه automatically بالعفو، أي أنه غير قابل للمقاطعة مثل ما ذكرنا، يقوم بإرجاع القيمة الأصلية للبارامتر الذي تم تمريره له، لأنه مثل ما ذكرنا التارجت سيتم وضعها في RV، بعد ذلك التارجت راح نقوم بضبطها كترو، ولكن هو اللي راح ترجع اللي راح نعملها ريتيرن هي القيمه الاصليه التي تم تمريرها. set the new value of the past parameter to true، بعد ذلك يعني بعد ما قمنا بارجاع القيمه الاصليه اللي هي الار في، التارجت اللي قمنا بتمريره راح تكون قيمته true، يعني مثل ما ذكرنا test and set. كيفيه استخدام test and set ايضا يعني shared boolean variable look initialized as false do while true، هذه هي العمليه الكامله. طالما ان التست اند سيت اند لوك قيمته حقيقيه يعني true، إذا كان القيمة الراجعة من هنا true فارزة من القطع يعني do nothing. أما إذا لم تكن true، إذا كانت false، فندخل بالcritical section، بعد ذلك اللوك يساوي أنه false، نقوم بتحرير اللوك وندخل بالremaining section اللي هو بقية أجزاء الكود. الإعاز الثاني اللي هو من نوع الأتوميك اللي هو compare and swap، اللي هو المقارنة والاستبدال.
ايضا هذا يعرف هذا الإيعاز على انه عباره عن فانكشن نوعها انتجر اسمها كومبير اند سواب. المتغيرات اللي في داخلها هي الفاليو القيمه والاكسبكتد القيمه المتوقعه والنيو فاليو القيمه الجديده. في البدايه انتجر تمب يساوي لنا فاليو القيمه التي يتم تغييرها نضعها في متغير مؤقت اسمه تمب. بعد ذلك اذا كانت الريفرنس الخاص بالفاليو يساوي لنا الاكسبكتد نقوم باسناد القيمه الجديده الى الفاليو للريفرنس الخاص بالفاليو ونقوم ايضا بارجاع قيمه التمب. يعني مجرد دالة بسيطة وظيفتها انه يعني مجرد الاسناد المقارنة والاستبدال لقيمة الفاليو والنيو فاليو اذا كانت الفاليو تساوي الاكسبكتد. ايضا executed atomically يتم تنفيذها بشكل ذري بحيث انه هي غير قابلة للمقاطعة. تقوم بارجاع القيمة الاصلية التي تم تمريرها اللي هي الفاليو. تقوم بضبط قيمة الفاليو الى قيمة النيو فاليو اذا كانت قيمة الفاليو التي تم تمريرها بالاصل تساوي لنا الاكسبكتد. وبالتالي يحصل عندنا السواب تيك بليس اونلي اندر ذيس كونديشن، اي انه الاستبدال يحصل فقط تحت هذا الشرط. اما كيفيه استخدام هذا الايعاز في عمليه السنكرونايزيشن، هنا راح يكون عندنا شرط انتجر اللي هو اللوك يتم اعطاء قيمه اوليه قيمتها صفر. الحل راح يكون ايضا دو وايل ترو. طالما ان الكومبير اند سواب اوف اند اللوك يعني الريفرنس الخاص باللوك وصفر وواحد لا تساوي لنا صفر إذا كانت هذه القيمة الراجعة عندنا من الإيعاز السابق do nothing يعني هذه فارزة منقوطة. أما إذا كانت تساوي صفر راح أيضا ندخل بالcritical section بعد ذلك اللوك نساوي بالصفر ثم بعد ذلك تدخل الدالة بالremaining section اللي هو الجزء الآخر من الكود اللي هو ليس critical أو ليس حرج. هذه طبعا الشرط النهائي. الباوندد ويتنج ميوتشوال اكسكلوجن وذ تيست اند سيت. هنا اذا ردنا نطبق عمليه الميوتشوال اكسكلوجن اللي هو الاستبعاد المتبادل والانتظار المحدود باستخدام هذه الطريقه. هذه طبعا اذا تذكرون هذا الشرط الاول والشرط الثالث من شروط معالجه الكريتيكال سكشن بروبلم. ايضا دو وايل ترو. بالبدايه اكو عندنا فد مصفوفه اسمها ويتنج، نعطي القيمه اي اللي هي البروسيس اي تساوي لنا ترو، الكي تساوي لنا ترو. طالما ان الويتنج اوف اي والكي اثنيناتهم ترو، الكي تساوي تيست اند سيت اوف لوك، نستدعي ايعاز تيست اند سيت. بعد ذلك يعني بعد ما دخلنا بهذا الكريتيكال سكشن اللي هو لانه احنا ذكرنا تيست اند سيت هو يعتبر اتوميك انستركشن، بعد ذلك الويتنج اوف اي تساوي فولس، استدعينا الكريتيكال سكشن، قمنا بتنفيذ هذه العمليات كلها، جي تساوي لنا اي زائد 1 مود ان، وايل جي لا تساوي لنا اي اند نوت ويتنج اوف جي، الجي ايضا عدلنا قيمتها، اف الاي يساوي لنا جي، لوك يساوي لنا فولس، والا waiting of j يساوي false، وهكذا remaining section بقية أجزاء الكود. يعني مجرد تجميع لكل الكودات السابقة اللي تحدثنا عنها فقط لتحقيق شرط mutual exclusion والbounded waiting. الحل الثالث من حلول الـ critical section problem هو ما يسمى بالmutex locks، اللي هي هاي mutex هي عبارة عن mutual exclusion المختصر مالتها، يعني كأنه كلمتين جمعوها في كلمة واحدة اللي هي الأقفال التي تحقق الاستبعاد المتبادل. الحلول السابقة طبعا يعني هنا يرد هذا السؤال انه لماذا نحتاج الكثير من الحلول لمشكلة الكريتيكال سكشن. اولا لانه هناك الكثير من نظم التشغيل وهناك الكثير من الاصدارات الخاصة بنظم التشغيل، وبالتالي بمرور الوقت يعني المبرمجين قاموا يعني ابتكار حلول جديدة لهذه المشكلة. واللي قاعد نتحدث عنه حاليا هو التدرج التاريخي بهذه الحلول. يعني اول واحد كان عندنا بيترسون سولوشن اللي هو كان فقط لعمليتين، بعد ذلك صار عندنا الهاردوير سولوشن اللي هو باستخدام الاتوميك انستراكشنز، بعد ذلك دخلنا بالميوتكس لوكس اللي هي تعتبر حل للمشاكل اللي واجهت الحلول السابقه. الحلول السابقه مثل ما ذكرنا هي معقده وعاده هي inaccessible to application programmers. يعني الحلول السابقه كانت معقده ولا يمكن الوصول لها من قبل مبرمجي التطبيقات، اي انه المبرمج العادي اللي يريد يشتغل على نظام تشغيل ما راح يقدر يوصل الى الاتوميك انستراكشنز اللي هي من الهاردوير سنكرونايزيشن، ولا راح يقدر يستخدم البيترسون سولوشن. وبالتالي نحتاج انه يعني مصممين نظم التشغيل قاموا ببناء ادوات يعني سوفت وير لحل مشكله الكريتيكال سكشن باستخدام simplest is mutex locks اللي هو الاقفال الاستبعاد المتبادل. طبعا هذه مهمتها انه تحمي الكريتيكال سكشن من خلال الحصول على اللوك في البدايه ثم بعد ذلك تحرير اللوك بعد اكتمال الكريتيكال سكشن. ايضا هو عباره عن بوليان فاريبل indicates if the lock is available or not. يعني ايضا مثل ما ذكرنا كل الحلول اللي راح تحدث عنها هي عباره عن لوك بيست، هدفها الرئيسي هو اعطاء قفل الى العمليه التي تريد الدخول الى الكريتيكال سكشن بعد حصولها يعني على هذا القفل، وبعد ذلك بعد اكمال الكريتيكال سكشن تقوم بتحريره. تقوم باستدعاء الاكواير والريليس ماست بي اتوميك، ايضا يعني استدعاء هذه العمليات يجب ان يكون اتوميك لانه غير قابل للمقاطعه.
usually implemented via hardware atomic instructions. يعني هنا أيضا الـ acquire والـ release هنا يتم تمثيلهن من خلال الإعازات الذرية الهاردويرية. But this section requires busy waiting. هذا السولوشن أو هذا الحل يحتاج إلى ما يسمى بالـ busy waiting اللي هو الانتظار المشغول من قبل بقية العمليات. وبالتالي هذا اللوك سميناه spin lock اللي هو القفل الدوار، لأنه سيتم تدويره على كل العمليات الموجودة في النظام عندما تحاول أي عملية دخول إلى الكريتيكال سكشن الخاص بها. هنا نفذ تمثيل بسيط أيضا على كيفية استخدام الأكواير والريليس. بالبداية الأكواير هي عبارة عن دالة إذا كانت يعني اللوك available، إذا لم يكن available do nothing، أما إذا كان available هو فنسوي false يعني نسوي unavailable، أي أنه نقوم بالحصول على هذا القفل. أما الريليس فإذا كان القفل هو already يعني مأخوذ، فنقوم بجعل available true، أي أنه يعني نعطي إشارة إلى بقية العمليات بأنه القفل متوفر حاليا، لأنه أصبحت قيمة التوفر true. بعد ذلك يعني الدالة الرئيسية أيضا هي acquire lock يعني الحصول على القفل، الدخول إلى critical section، بعد ذلك تحرير اللوك يعني لبقية العمليات، وإكمال الأجزاء الأخرى من الكود التي هي ليست critical section. السيمافور أيضا اللي هو يعني العارضة الثنائية، هذا أيضا يعني واحدة من أدوات السينكرونيزيشن المهمة جدا، وإحنا شرحناها سابقا في فيديو مستقل، راح أحاول أنه أخلي الرابط الخاص بي موجود في الديسكريبشن لهذا الفيديو، وراح يكون أيضا يعني الفيديو هو موجود بالقناة، راح يكون مباشرة بعد هذا الفيديو لأنه في شرح أكثر يعني تفصيلا من اللي موجود بهذا الشرح إن شاء الله. هي عبارة عن سينكرونيزيشن تول يعني أداة مزامنة توفر لنا more sophisticated ways يعني طرق معقدة أكثر من الميوتكس لوكس لي يعني معالجة مشكلة السينكرونيزيشن في العمليات. السيمافور اللي هو قيمة S هو عبارة عن integer variable يعني متغير من نوع صحيح، يمكن الوصول له فقط من خلال two atomic operations عمليتان فقط اللي هي الويت والسيجنال، سابقا كانت تسمى P and V. تعريف الويت operation انه الويت اذا كانت قيمة السيمافور اصغر او يساوي صفر do nothing، اما اذا كانت اكثر من هذا القيمة اكبر من صفر فراح ننقصها بمقدار واحد. تعريف السيجنال هو عبارة أنه مجرد زيادة قيمة السيمافور بمقدار واحد يعني S بلس بلس. استخدام السيمافور أيضا أكو عندنا نوعين من أنواع السيمافور، أكو الكاونتينج سيمافور والباينري سيمافور. الكاونتينج سيمافور اللي هو عبارة عن قيمة صحيحة تتراوح ما بين الصفر و unrestricted domain أي أنه قيمة غير محددة. الباينري سيمافور من اسمها يعني هي عبارة عن قيمة صحيحة تتراوح ما بين الصفر والواحد فقط، اللي هي تشبه الميوتكس لوكس، أي أنه إذا أجانا سؤال للمقارنة ما هو الفرق بين الميوتكس لوكس والسيمافور، نقول بأنه الباينري سيمافور هو مثل الميوتكس لوكس لأنه يحتوي على قيمة صفر أو واحد، ولكنه إذا كانت لدينا الكثير من العمليات فراح يكون عندنا كاونتينج سيمافور. هذه الحالة راح يكون هو جنراليزيشن يعني كأنه تعميم أو عملية توسيع لمفهوم الميوتكس لوكس إلى عدة قيم ما بين الصفر وقيمة غير محددة. Can solve various synchronization problems يعني يمكنها حل الكثير من مشاكل المزامنة. إذا كانت عندنا العملية الأولى والعملية الثانية تحتاج القفل الأول ولكي يعني that requires S1 to happen before S2، تحتاج السيمافور الأول أن يحصل قبل السيمافور الثاني، فراح نحتاج أنه بالبداية نقوم بإنشاء سيمافور اسمه sync اللي هو synchronization وقيمة الأولية صفر. العملية الأولى راح تقوم باستدعاء السيمافور الأول ثم signal للsync، العملية الثانية راح تقوم باستدعاء الويت ثم الS2. ايضا يمكنه يعني يمكن تمثيل الكاونتينج سيمافور كباينري سيمافور من خلال يعني الكاونتينج بدل ما تكون هي صفر الى قيمه ما لا نهايه راح تكون هي فقط صفر واحد ويتم تكرارها يعني عده مرات اذا كانت لدينا عده عمليات. الامبلمنتيشن الخاص بالسيمافور طبعا يجب ان نضمن انه العمليتان يجب ان يعني must guarantee that no two processes can execute the wait and signal on the same semaphore at the same time، يعني يجب ان نضمن انه ليس لا يوجد أي عمليتين تستطيع الوصول إلى الويت والسيمافور في نفس الوقت في نفس السيمافور. The implementation becomes the critical section problem، وبالتالي فإن الكود الخاص بالويت والسيجنال هو راح يكون الكريتيكال سكشن الخاص بها بكل عملية، بحيث أنه الويت والسيجنال توضع في داخل الكريتيكال سكشن. Could now have busy waiting أيضا مثل ما ذكرنا راح يكون عندنا فد انتظار مشغول بالكريتيكال سكشن. But the implementation code is short، هنا راح يكون تمثيل الكود قصير جدا لأنه مثل ما ذكرنا أما عملية مقارنة وتنقيص بمقدار واحد أو عملية زيادة بمقدار واحد. Little busy waiting of a critical section rarely occurred، يعني هنا الانتظار المشغول القليل مدته يعني في الكريتيكال سكشن يعني نادرا ما يحصل.
Note that application may spend lots of time in critical sections, therefore this is not a good solution. هنا إذا استخدمنا يعني ال busy waiting wait سيمافور راح العمليات يعني والتطبيقات تقضي الكثير من الوقت في مقاطع الحرجة، وبالتالي قد يكون هذا الحل هو غير منطقي أو غير مناسب. تمثيل أو تنفيذ السيمافور بدون ال busy waiting. With each semaphore there is an associated waiting queue. هنا راح نستخدم ما يسمى بال waiting queue اللي هو طابور الانتظار. راح يكون هناك طابور انتظار خاص بكل سيمافور أو كل عارض الطريق. Each entry is in a waiting queue has two data items. يعني كل واحد كل حقل في طابور الانتظار راح يحتوي على قيمتين من البيانات اللي هي الفاليو القيمة الصحيحة والبوينتر إلى النكست ريكورد إن ذا ليست القيمة الحالية والمؤشر إلى القيمة المقبلة في الطابور. يعني two operations أيضا هي البلوك والويك أب. البلوك معناتها تضع العملية التي تقوم بتنفيذ هذه يعني البلوك in an appropriated waiting queue، يعني تضع العملية في طابور الانتظار المناسب إذا قامت باستدعاء البلوك. أما الـ wake up فـ remove one of the processes in the waiting queue and place it in the ready queue. مجرد أنه هذه كأنه الـ wake up يعني ينهض، فالعملية اللي تستدعي الـ wake up راح يتم إزالتها من الـ waiting queue يعني من طابور الانتظار ويضعوها في الـ ready queue اللي هو طابور الاستعداد. هنا أيضا راح نقوم بتعريف structure integer value و structure process list و semaphore. ايضا هنا يعني التمثيل مالتها الويت والسيجنال راح تكون باستخدام السيمافور بدون البيزي بدون البيزي ويتنج. ويت اوف سيمافور اس، الاس راح تعطى قيمه فاليو ماينس ماينس، اذا كانت الفاليو اصغر من صفر نقوم باضافه هذه العمليه الى الويتنج ليست، وايضا نقوم باستدعاء البلوك. السيمافور ايضا الاخر بالنسبه للسيجنال اذا كانت قيمه الفاليو اصغر او تساوي صفر راح نقوم بازاله العملية من الويتنج ليست ونقوم بوضعها بالريدي كيو مثل ما ذكرنا، وبعد ذلك نقوم باستدعاء الويك اب اللي هو هذا. يعني هذا الكود هو عبارة عن يعني التمثيل البرمجي للكلام اللي تحدثنا به انا قبل قليل. ايضا مثل ما ذكرت السيمافور راح يكون لها شرح اكثر في الفيديو القادم في يعني البلاي ليست الخاصة لهذا الكورس ان شاء الله. في المحاضرة القادمة ان شاء الله راح نتحدث عن الديد لوك والستارفيشن واللي هي المشاكل ايضا اللي تواجه الحلول اللي تحدث عنها سابقا، لانه يعني الحلول بحد ذاتها هي غير كافيه او انه قد يعني تحل مشكله الكريتيكال سكشن ولكنها تخلق مشاكل اخرى قد تسمى ديد لوك او ستارفيشن. راح نتحدث عنها ان شاء الله في المحاضره القادمه، فخليكم ويانا. شكرا جزيلا ومع السلامه.